السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالكم باك فاسيل. إذا الآن جينا باش نعود لكم القصة ديال واحد الصديق كنعرفه جيدا. قصة شخص كانت البداية دياله في الجامعة اللي كنقول لها لافاك، والنهاية ديالته كانت في الوظيفة ديال مهندس لي بنادم كيتقاتل باش يدخل مثلا ميرسا ويدخل الحسنية ويدخل لغيرها من المدارس اللي كتدرس الفيليير ديال جيلي اللي هي مهندس. مزيان. اذا هذا الشخص ماشي هو اختار الجامعه، ولكن كيف حالنا قلنا الجامعه اختارته نتيجه الظروف اللي داز بها. هو تلميذ عادي يعني من الطبقه المتوسطه، حصل على الباكالوريا ديالو 15. هو انسان كيخدم ولكن جاب الباكالوريا 15، لاحقاش بكل بساطه الاولى باكالوريا الجهوي كما كيقول خرج اثر عليه نسبيا في اللغه العربيه وكذا، وما جابش النقطه اللي كيبغي اللي كانت غادي تعاونو في الاولى باكالوريا، الشيء اللي خلاه يجيب 15. ملي جاب 15 تفاجأ ان جميع المدارس اللي كتدعم الهندسه ما قبلاتوش يدوز في الكركور، والمدارس اللي دوز فيهم الكركور ما نجحش فيهم. باختصار لان حتى ديك النقطه ديال حسن هو توقع الطموحات ديالو كانت 17 حتى 18، لقى 15 بكلشي هادشي بسبب سلبيات اثرت عليه سلبيا ما خلاتوش يبريباري مزيان الكونكورات، لان يعني هذا هو العيب اللي كيعاني منه معظم التلاميذ في الباك، كيفرح بالنقطة وديك الفرحة وداك العياء كيخليه ما يبريباريش الكونكورات. إذا صافي اختار لافاك. إذا ملي اختار لافاك اختار هو شعبة ديال العلوم الفيزيائية في الجامعة، دخل الجامعة عادي، لقى الناس ملاشيين، لحقاش الجامعة ماشي هي اللي فيها الديفو، الناس اللي فيها الديفو تما تلام طلبة باختصار، لحقا سميتهم تلام، لأنه كيجيو باش يقصرو باش يدوزو الوقت تما في الجامعة، يعني العام الأول كلشي كيعول في الجامعة ما ينجحش، يعني كيبغي يلعبو شوية. باختصار هو مداش في داكشي، أو خدم مزيان، يعني عطي خدم واحد الخدمة خيالية. علما انه في الفيزيك معروف بزاف انه الى جبتيه في الدوك اللي هو عامين وجبتي فيه 13 راك خدمتي مزيان، لحقاش ليكزامانات تبقى صعاب، وحتى بعض المرات كتكون كتخدم مزيان ولكن الاستاذ مزاجي ولا الامتحان اللي عطاه ما كيتناسبش مع البريباراسيون اللي درتي. اذا خدم مزيان دوز العام الاول في لافاك، دوز العام الثاني في لافاك، وشد ديك الشهاده كيقولوا ليها الدوك يعني بليس دو عامين، شدها على ما اعتقد جاب 14 ولا اتذكر جيدا. المهم كان من المتفوقين في الجامعه يعني الاول. طبعا غادي تقول لي طبعا مورا عامين غادي يدير الاجازه، هو ما دارش الاجازه، ملي دوز عامين دفع الكونكورات، كاينين الكونكورات كيتحركوا في عامين ديال الجامعه باش تقرا في شي مدارس العام الثالث ديريكت، بحال مثلا كيكونوا كونكورات في ليفيستي، كيكونوا كونكورات معبرات في ليمسا باش تقرا العام الثالث ديريكت بلا ما تقرا العام الاول والعام الثاني في ليمسا. المهم هو طبعا بحكم انه جاب في لافاك هذا مشى دفع ليفيستي اللي هي فاكولتي سوبيريور تكنولوجي اللي معروفه كاينه في مراكش، كاينه في شحال من بلاصه واخطر ديال مراكش لانها قريبه ليه. بالنسبة لي فيستي كما كنعرفوا العام الاول والعام الثاني اللي كتقراه باش تشد واحد الشهادة، ولكن باش تدخل العام الثالث في لي فيستي واخا تقريتي في لي فيستي خاصك دوز كونكور. هو ما قراش العام الاول والثاني في لي فيستي، قرا في لافاك، ولكن العام الثالث ملي دوز الكونكور دوزو مع صحاب لي فيستي ليت ومع صحاب كلاس بريباراتوار حتى هما دفعوا لي باش يقراو العام الثالث في لي فيستي، وتقبل في الكونكور. ومازال كتذكر جيدا مع ان الفرنسيه عنده ناقصه شويه، الا انه بحكم البساطه ديالو وانه عارف بزاف المعلومات المحيطه بديك عامين اللي قرا في لافاك دوز الشفوي مزيان وتقبل في ليفيستي، واختار السيكل جيلي سيفيل، لان يعني جيلي اللي هي مهندس كاين بزاف المهندسه جيلي انفورماتيك الى اخره، هو اختار جيلي سيفيل. اذا جيلي سيفيل هي مهندس مدني، الاركيتكت هو مهندس معماري كيبلاني، جيلي سيفيل هو مهندس مدني يعني كيهندس الطرقات، كيهندس كيشدو المارشيات اللي كيشدو اللي كيكونوا في المقاولات الكبرى. اذا دوز العام الثالث في ليفيستي، العام الرابع في ليفيستي، العام الخامس في ليفيستي، والقرايه كانت شويه صعيبه تما، راه معروف ليفيستي القرايه شويه قاصحه خاص بنادم يجبر راسو،
وشد ديك بعد 3 سنوات شد ديك الشهاده ديالو انه مهندس دوله على اي فليفيستي. كما كتعرفوا النجاح كيكون ب 12، يعني الا جبتي 10 ولا 11 ما يدوزوكش، خصك تجيب في كلشي الموديلات 12. اذا شد ديك الشهاده، والعجيب انه ديك الشهاده بلي شدها لقى راسو بلي كيتبارز في الكلكولات، كيتلقى مع اصحاب الحسنيه مثلا، بلي كيخرج كلكول مهندس جماعه، مثلا جماعه طلبه مثلا مهندسين، كيمشي يدوز الكلكول كيتلقى ليه مع اصحاب الحسنيه ودوك الناس اللي قراو في المدارس الكبرى الى اخره، كيتلقى معاهم تما كيدوزو الكلكول نيت. يعني انه في نهايه المطاف تساوت الحدود. فهم كاين بعض الشركات كيقول لك لا حنا بغينا اصحاب المحمديه، ما بغينا اصحاب الحسنيه، ما بغينا، ولكن هما تساوت الحدود بالنسبه للدوله. كتعرف هي مهندس دوله والكلكول، وفعلا بحمد الله دوز الكلكول الاول ما تقبلش، الكلكول الثاني ما تقبلش، يعني دوز واحد العام اللي كيدوز الكلكولات وتقبل كمهندس دوله عادي. يعني يمكن لكم تاكدوا من هذا الشيء اللي كتقول، هذا المسار الدراسي لكم تسولوا اي موجه يقول لكم هذا المسار الدراسي راه صحيح ويمكن كذا وكذا، يعني انه في نهايه المطاف الحدود كاينه. اللي بغيت نقول من هذه القصه هو شحال من واحد كيجي عندي كيقول لي كيقول لي مثلا انا واش جبت 13 في الدوره الاولى، ولا واش جبت 15، ولا جبت 11 في اولى باكالوريا، واش كاين شي امل؟ الامل ديما كاين، غير الانسان خصو يعرف اش كيخطر ولاش باغي يخطر. يعني ما يخطرش ديك الشعبه لحقاش هو صاحبو دارها، ولا لا معروف انها شعبه زوينه، ولا حيت ديك الشعبه ساهل فيها تجيب فيها لابوير. شوف اشنو بغيتي وعلاش داكشي اللي بغيتي، اختار داكشي اللي كيأدي لديك المهنه واخا يكون الطريق صعيبه، بريباري ليها مزيان، لان هذا هو المشكل. بنادم كيبغي يختار الحاجه، مثلا كان كيقول لك انا بغيت نختار سيونس مات بحال الا ولات موضه، باش يقولوا عليا راه هذا سيونس مات اذاق الراي، لا هذا ولا نمشي نضرب شويه في سيزيام في سيونس مات ونقلبها في لغه. اذا هادشي كلشي ما فيهش فائده، بحكم انك كتقرا الهدف الاول باش تكتسب المعرفه، الهدف الثاني هو انه باغي تكون واحد المسار مهني. يقدر دابا انت في الليسي ولا في واحد المستوى ما كتفكرش في المسار المهني، كتفكر غير باش تدخل باش تقرا باش تقرا باش تقرا، ولكن في نهايه المطاف بغيتي توصل لواحد المهنه، سواء كانت في القطاع الخاص، سواء كنت بغيتي دير مشروع، سواء كنت بغيتي دير مع الدوله. اذا نتمنى انكم ملي كتبغيو تختاروا واحد الطريق باش تخدموا فيها الى اخره، نتمنى انكم تفكروا مزيان في ديك الطريق و ديروا احتياط. مثلا كنقول انا هذه القرا باش ندفع في هذه الدراسه، الا باش دارليش هذه الدراسه هذه ندير هذه، الا ما درتش هذه ندير هذه، ماشي تبقى تقول انا هذه القرا باش ندخل كليات الطب، كتمشي مثلا كتقرا وفي الاخير كتفاجئ كتفاجئ انك ما تقبلتيش في ذاك الكليات الطب وكتفشل، كتبقى جالس هكا وفاشل. فالناس بيدير الخطط ديالو، يختار اشنو باغي اشنو مسلكو واشنو يأدي الطريق. الا اختاريتي التكوين المهني، ولا اختاريتي داك القطاع اللي كيدير الاشغال العموميه الى اخره اللي فيهم باك بليس 2، حيت اختاريتي حيت ما فيك مازال ما صافي طلع لك داك الشيء في راس، ما فيك مازال ما تقرا 3 سنين 4 سنين، ربما الحاله الماديه ديال الاسره، ربما انك صافي ما بقيتيش بتزربان باغي تخدم، هي كتختار التكوين المهني وكتختار هكا عامين باش تكون باش تاخذ تكتسب ديك الحرفه. عندك النفس باش تقرا، ما زربانش، يعني كاين الناس كيكونوا ما زربانيش، كتبقى مثلا الحاله ديالو ميسوره، يعني ما زرباش باش يخدم، الانسان يفكر مزيان، يعني ما كاينلاش يلوح راسو في تكوين مهني يقرا عامين ولا يلوح في شي حاجه فيها عامين، وفي الاخر ملي اكتشف ملي يشد ديك الشهاده عامين ولا يطلع يلقى راسو كيتخلص 4000 درهم ولا 3500 درهم، وهو خصو يصرف على اسره وكذا وكذا. باش نكونوا واضحين، ان باك بليس 2 الا خدمتي مع الدوله راه ما غاديش تفوت 4000 درهم في الصالير ديالك غالبا، يعني حتى في القطاع الخاص راه غاديش تفوت 3500 درهم. نقولوا بالاقدميه الاقدميه غادي توصل 100000 ريال بالاقدميه، حيث انكم عارفين انتم ان الواقع المعيشي الان ان 4000 درهم ولا حتى 3500 درهم ما غاديش دير لك والو، ما غاديش تحقق لك داك الشيء اللي بغيتي. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من القصه ديال اليوم، ما تنساوش اننا شاركنا مره اخرى في مسابقه مارك ويب اوورد، نتمنى من الاعزاء ديالنا يصوتوا، راه الرابط كاين في الاسفل، واي تساؤلات مرحبا بكم. ان شاء الله باقي غادي نستكملوا الحلقات ديال الدراسه في الخارج وغادي نتناولوا الدول الاخرى. دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.